في إنجلترا بدأت اليوم المرحلة الثالثة من إجراءات تخفيف الإغلاق ضمن خريطة الطريق الحكومية لإنهاء الإغلاق بشكل كامل. للمزيد معنا مراسل سكاي نيوز عربية جياب أبو صفية. وأيضا في السعودية تم تخفيف أيضا هذه القيود. معنا من الرياض مراسلنا علي الشريف. أبدأ معك أولا جياب أبو صفية، إذا مرحلة جديدة من فتح طبعا البلاد وإنهاء حالة الإغلاق، صف لنا عموما يعني انعكاسات ذلك على الحياة العامة والاقتصاد في بريطانيا جياب. نعم، إذا ما لاحظت خلفي تماما فضيلة، ازدحام في شوارع لندن. عاد هذا المشهد يعني غاب لأكثر من عام عن شوارع العاصمة البريطانية لندن، خصوصا في يوم الاثنين أول أيام الأسبوع. من المفترض كل هذه المواطنين أن يكونوا في أعمالهم أو في المدارس أو في الجامعات أو غيرها. اليوم أعيد فتح المقاهي والمطاعم والحانات لتستقبل الزبائن في أماكن مغلقة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك أيضا السماح بفتح دور السينما والمسارح والمتاحف، بالإضافة إلى ملاعب كرة القدم التي ستستقبل المشجعين. أيضا سمح اليوم بالسفر الدولي، هناك محطة 12 دولة على القائمة الخضراء، أي أن الذاهبين أو الذين يزورون هذه الدول لا يتحتم عليهم أي عزل كان فندقي أو في منزلي عند العودة إلى بريطانيا، ويمكنهم ممارسة حياتهم الطبيعية. أيضا من ضمن الإجراءات التخفيفية التي قالت الحكومة البريطانية أنها حذرة وحذرت المواطنين في ظل قلق من السلالة الهندية وتفشيها في المملكة المتحدة، سمح أيضا بالزيارات العائلية في المنازل، سمح أيضا بعقد حفلات الأفراح لـ30 شخص على الأقل، الجنائز عدد غير محدود. يعني كل ذلك يعيد شيئا فشيئا الحياة الطبيعية إلى هنا إلى إنجلترا بالتحديد. اسكتلندا طبعا تتخذ إجراءات أخرى تخفيفية أيضا، بما في ذلك أيضا مقاطعة ويلز وإيرلندا الشمالية. يعني هذه الخطوات وهي الخطوة ما قبل الأخيرة التي بدأ تطبيقها اليوم لحين الوصول إلى يوم 21 من يونيو المقبل، موعد إنهاء جميع إجراءات الوقاية المتعلقة بفيروس كورونا. يعني يأتي ذلك وسط يعني نجاح باهر في عملية التطعيم التي تجاوزت أكثر من 50 مليون شخص هنا في المملكة المتحدة. ننتقل إلى الرياض مع علي الشريف. أيضا السعودية تفتح يعني المجال للرحلات الجوية، كيف هو الانطباع عموما علي؟ نعم فضيلة، بالفعل الانطباع في السعودية انطباع مختلف جدا بعد أكثر من 14 شهرا من الإغلاق والقيود على السفر والتصاريح المحددة التي كانت لفئات معينة كان من يسمح لهم بالسفر. اليوم رفعت هذه القيود، لكن بقيت بعض الإجراءات الاحترازية. أتكلم هنا عن بعض من سمح لهم بالسفر، هم من تلقوا اللقاح وكذلك سواء بجرعة أو جرعتين، وكذلك المتعافين من الفيروس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، هم من سمح لهم بالسفر. نتكلم اليوم عن مرحلة جديدة تعيشها السعودية بعد هذه الفترة السابقة، أيضا عودة للجماهير في الملاعب، وكذلك هناك فئات محددة من سمح لهم بالدخول. كذلك أتكلم على عودة بعض الأنشطة في المطاعم، أتكلم عن الشيشة سمح لها أيضا بالعمل مجددا بعد انقطاع دام قرابة أكثر من 14 شهرا. السعودية اليوم تبدأ في مرحلة جديدة مع هذا الوباء، خصوصا بعد تلقي أكثر من 11 مليون شخص تلقوا اللقاح، كذلك هناك انخفاض في أعداد الحالات الحرجة في المستشفيات، وكذلك أعداد الحالات التي تتلقى العناية في المستشفيات، الأمر الذي ساهم بتخفيف مثل القيود هذه وعودة الحياة. لكن هذه العودة لا تزال مشروطة، وهناك عدد من الإجراءات الصارمة، وكذلك أعلنت وزارة الصحة بأن هناك عدد من السيناريوهات التي تم وضعها في حال لا سمح الله كان هناك انتكاسة أو ارتفاع في أعداد الحالات، تم وضعها في الحسبان للفترة القادمة. نعم فضيلة. شكرا علي الشريف في الرياض، وأشكر أيضا جياب أبو صفية في لندن.